يا جدعان الفيديو امبارح اللي انا نزلته في ناس جايه تقول لي يا مؤمن الاكونت بتاعك ما خدش بان ودفعه بيعمل فيك مقلب. يا جدعان الاكونت بتاعي كان واخد بان اسبوع واتفك، الاكونت خلاص اتفك يا جدعان، فهو راح عامل صوره ومفايك عليها حته البان ده. انا جدعان على اساس ان اكونتي متبند علشان ما اقولوش على حوار الاكونت. اتفاجئ النهارده يا جدعان ان انا بفتح التيك توك ببص لقيته طلع لايف بالاكونت بتاعي. ايوه عم زي ما بقول لك كده، بالاكونت بتاعي كان طالع بلايف. دخلت كلمته في اللايف ما ردش عليا، بعت كتير، حد من المشرفين عنده راح عامل لي ميوت. فيا جدعان الحمد لله الاكونت بتاعي طلع مش متبند 10 سنين، ده احسن خبر سمعته النهارده. اقسم بالله انا مبسوط، اقسم بالله يا جدعان. والله يا جدعان كنت خايف، اقسم بالله كنت خايف، مفكر الاكونت اتبند 10 سنين، ده طلع اسبوع واتفك. بس يا رب الاكونت ما يتبندش تاني، لان البان الجاي بيبقى سنه واللي بعده بيبقى 10 سنين. فالاكونت لو بان التاني مع السلامه هيطير، يعني سنه بعد سنه اشوف الاكونت. فيا جدعان ادعوا لنا ان شركه بابجي ترد علينا يا جدعان ونرجع الاكونت بتاعي تاني. يا رب يا رب الاكونت يرجع يا رب. بقالي يا جدعان اكتر من اسبوعين مش عارف افتح اكونت، ما بفتحوش خالص، انا نسيت اللي فيه. اقسم بالله الاكونت وحشني جدا، والله العظيم يا جدعان الاكونت بتاعي وحشني وحشني. تعرفوا يا جدعان اقول لكم على حاجه، انا لحد دلوقتي لسه ما جربتش المود الجديد. للناس اللي مش عارفه، انا لحد دلوقتي لسه ما جربتش المود الجديد، ويوم ما جربت المود الجديد يا جدعان جربته في اللايف، كنت انا طالع لايف على تيك توك وجربت المود. انما اقسم بالله غير كده انا ما جربتش المود ولا لعبته. المهم فكك من كل ده، انا دلوقتي مبسوط يا جدعان ان الاكونت بتاعي رجع، يعني الاكونت بتاعي دلوقتي يا جدعان رجع من البان، انا مبسوط والله. بص يا جدعان بصوا، انا حاسس دفعه بيعمل مقلب. يا دفعه والله شكلك بتعمل مقلب يا اسطى، بالله عليك لو بتعمل مقلب رجع لي الاكونت وبطل هزار. والله حاسه بيهزر اقسم بالله، اصل مستغرب يعني واحد صاحبي وبيكلمني حلو وبنتكلم مع بعض وعلى طول معايا وبصحى في وشه وبنام في وشه بروح له لحد عنده وفي الاخر يتغير على الاكونت. فمستحيل لو انت بتعمل فيها مقلب عرفني يا اسطى. بصوا يا جدعان الاكونت مش متبند، لان لو الاكونت متبند هيكتب لك هنا في مومنت باند، فالاكونت مش متبند، هو مفيك صوره، هو عامل صوره الاكونت بتاعي مش متبند، الاكونت رجع من البان وهو عامل صوره على اساس الاكونت متبند. وانا اصلا شفته النهارده هو طالع لايف بالاكونت بتاعي، يعني روح على فيديوهات التيك توك بتاعه وروح على فيديوهات اليوتيوب الشورتس هتلاقوه بينزل فيديوهات بالاكونت بتاعي، لان الاكونت رجع من البان. فالحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، انا مبسوط قوي اقسم بالله مبسوط. يا جدعان انا لسه اصلا في شدات هتجيلي من اللعبه، يجي 30 60 الف شده كده ولا حاجه المفروض هيجولي، وفي باكجات كمان عايزين نفتح عليها في الاكونت. انا اقسم بالله مش مصدق. اوعدكم يا جدعان اول ما الاكونت يرجع هنوزع لكم رويال باس يا جدعان، لو الاكونت رجع بتاعي هنوزع رويال باس على طول. واخيرا يا جدعان واخيرا الاكونت رجع من البان الحمد لله. والله يا جدعان انا ما كنتش اعرف، اصلا ما كنتش اعرف، ببص في الكومنتات عندي على اخر فيديو اكونتك رجع من البان، اكونتك ما اتبنتش، اكونتك رجع من البان، كتير الكومنتات كلها كده. انا ما كنتش اعرف حاجه، انا كنت زعلان على الاكونت فكرته اتبنت خلاص، لقيت لك الكومنتات كلها اكونتك ما اتبنتش، اكونتك رجع من البان، اكونتك ما اتبنتش، اكونتك رجع من البان. يا جدعان انتوا فرحتوني اقسم بالله النهارده، انا قايم من النوم مخصوص على مسج جايه لي على الواتس، والواد صاحبي بحر بيقول لي انت اكونتك مش متبند، صحيت مخصوص علشان اصور الفيديو واقول لكم. الساعه كام؟ الساعه 7 الصبح ولا حاجه، جيت علشان اقول لكم. يا جدعان انا مش عايز حاجه من الدنيا تاني يا جدعان، الحمد لله. ده انا فكرت ال 100,000 راحت عليا يا جدعان، انا صارف على الاكونت 100,000 جنيه، ارقام يا جدعان ارقام، يعني انت متخيل صارف على اكونتك 100,000 جنيه؟ انا كده كده والله يا جدعان انا ما بفتحش اكونت دفعه، اكونت هو يقدر يرجعه في كده، لو عمل كده بس هيرجعه، هو سايبهولي عادي وعارف ان هو لو عايز يغيره هيغيره. وانت هتشوف الفيديو بتاعي وانا عارف انك هتشوفه، انا عارف لو انت عايز تغير الاكونت عليا هتغيره. فدفعه بالله عليك لو انت بتشوف الفيديو ده وانت اكيد كده كده هتشوف، فانت رجع لي الاكونت يا اسطى بالحب، ده الروابط يا اسطى انا وانت مع بعض والاكونت معاك ومعايا وانا وانت واحد يا اسطى. ولو انت بتعمل مقلب عرفني، طيب يعني لو بتعمل مقلب عرفني. والله يا جدعان حاسس ان هو مقلب اقسم بالله، حتى مسعود دخل قال لي مقلب. يا جدعان انا عندي حماس دلوقتي اللي انا اجرب المود الجديد، خلاص يا جدعان خلاص، انا اكونتي خلاص رجع، خلاص اكونتي رجع باذن الله، باذن الله يا جدعان ناخد الاكونت باذن الله. ادعوا لنا يا جدعان ناخد الاكونت، احنا نلعب جيم بلاي بقى في المود كده اي كلام فاهم، نكمل الفيديو معاكم وخلاص بس كده. تعالوا يا جدعان بقى نجرب المود الجديد. اوعى ياه بيشتمني في القوش، عايزين اي حاجه تتهيل كده. مش عدي اوبن بقى نلعب كفرات، يلعن ابو كمبرتك يا جدعان، الواد قاعد مش عامل صوت. يا جدعان انا تعبت من المود يا جدعان، المود زباله والله.
حصان. فين الحصان ده؟ وصل ريح يا ريح يلا. علي النعمس كلها دغدغكوا فيها، علي النعمس كلها دغدغكوا فيها، ما تعرفوش تعملوا اي حاجه. تعالوا لي سكول، انما مود ومش عارف ايه وبتاع، ما اعرفش فايتكم في مود. انا المود اي حد بيقتل التاني، اقسم بالله اي حد بيقتل التاني. ايوه يلا اربعة كل يلا. ها عايزين ناس، بس انا عايز بلاير. بلايرزات فين بقى؟ انتوا فين؟ انتوا فين؟ يلا خمسة كل كويس. دي بي اس يا نهار اسود ومهبب. ناخد الدي بي اس ام 24. الله فيا جدعان، وسكوب اربعة. الحلاوة دي، ده السلكان ده. بقول لكم يا جدعان نلعب دي بي اس وام 24. لا خلينا ام 4 خلينا. الله الرندر. ايوه طب خد واحدة، خد واحدة دي بي اس، خد واحدة دي بي اس. دمك يا لهو على دمه. عايزين لنا سلاحوحة بقى كده بسرعة. ايوه جبنا سلاحوحة بالظبوط. سامعه وعايز افنش يعني على... انا سامعه بس عايز افنش الكل. محمد كيلا، محمد كيلا، محمد كيلا كان عمال يكيلا قدامي. ده احنا اول كيلا كده على محمد كيلا، اسمه محمد كيلا جبنا عليه اول كيلا. امال لو كان اسمه احمد فيلا بقى كنا. لا 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 بادي حبيبي. رايك في اللعبه يا اسطى؟ رايك في اللعبه يا زميلي؟ ده اوفا اللي رمى الند ده تبعك. بقول لك تعالى يا اسطى، رايك في اللعب يبقى امان؟ رايك في اللعب؟ بقول لك رد رد. ولو كل الكلام اتقال محدش غيري في الدنيا ليكي او لناس تانية. العب العب على اللوت، العب على اللوت. ده كان بيديني نيد ردت في صدره قتلته. انا مفيش درع اتنين يعني؟ هو الدرع اتنين اتمحى من الوجود ولا ايه؟ لا ما احنا لازم درع اتنين، ده انا درع واحد. لو خدت طلقه شوجن مع السلامه ريحت. لازمنا درع اتنين يا جدعان عشان الفايطات. درع اتنين ده الناس كلها دلوقتي زمان لوتت. درع اتنين، انا حاسس الاقي درع اتنين في الاوضه دي. و والله العظيم سالك يعني. وام فور ده، ايه الحلاوه دي؟ ولو كل الكلام اتقال. يلا ما تيجوا يا جدعان، ما تيجوا انزلوا سكول. استنوا بقى يا جدعان، الشنطه دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه دي؟ ايه مش فاهم. وعداء عامل ايه؟ اه الوحش انا فكيته ده ولا ده ايه؟ انا كده بيقول لي اللي انا فكيت البتاع ده ايه دي اللي انا مش عارف ايه هي اصلا. ولا كده الوحش ينفع ولا كده الصندوق ينفع افتحه؟
الصندوق ينفع بتاعه كار ده بيعمل ايه؟ بيوديني المدينة. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نروح المدينة صح كده؟ ولا خرجنا من الجيم ولا ايه؟ انا شفت واحد على تيك توك عامل كده. المدينة هنفايت. يا لهوي العيال بياكلوا بعض هنا، ده هيدغدغون. انا ما اعرفش اي حاجة في المود يا جدعان، انا دول لو في سكول هيدغدغوا. جبت واحد اسمه كريم كده 5 كيل ماشي شغال. ستة كيل شغال. بكره انا العيال بتوعي يفضل واقفه فوق البيت دي بقى وتقلط. انا سمعت حد هنا. والله انا عارف اني اموت من حد في ظهري، عليا انام عارف. عايز اجيب اللي بيضرب ده بس خايف.